صباح الخير. هنتكلم في الفيديو ده عن immunity to microbes. يعني ايه immunity to microbes؟ احنا بقالنا 7 حلقات بنتكلم علشان نوصل للنقطة دي، نقطة ان لما جسمي يدخله جسم غريب يعرف يرد الرد المناسب اللي يخلصني من هذا الجسم الغريب. فهنتكلم في الفيديو ده والفيديو اللي بعده عن ازاي جسمي بيرد عن الميكروبات المختلفة، وفي الفيديو جاي هنتكلم ازاي جسمي بيقدر يحارب خلية سرطانية. تعالى نبتدي بالميكروبس، واحنا قسمناهم الى 4 انواع. اول نوع هي الاكستراسيلولار بكتيريا. مين هم الاكستراسيلولار بكتيريا؟ مين لي مثلا البكتيريا بتاعت الجي اي تي اللي بتعمل لك شويه اسهال، والبكتيريا اللي بتعمل خراريج بص بتعمل ايه خراج، دول الاكستراسيلولار بكتيريا اللي هم البايوجينيك بكتيريا والكوكاي والكلام. طيب دي بكتيريا ايه؟ اكستراسيلولار، يعني قاعده فين؟ قاعده في الدم. جسمي هيرد عليها ازاي؟ اول ما دخلت الانيت اميونيتي هتستقبلها. اول ما نقول بكتيريا وبكتيريا بتعمل خراريج وبكتيريا اكستراسيلولار نفتكر على طول النيوتروفيل، تيجي النيوتروفيل تاكل هذه البكتيريا تعمل لها فاجوسايتوزيس، يبقى دي اول خط دفاع ضد الاكستراسيلولار بكتيريا. تاني حاجه اكستراسيلولار بكتيريا دي برضو البيبتيدو جلايكان بتاعها على اللايبوبوليساكرايد ممكن تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت بالالترناتيف باث واي، دي يعتبر انيت اميونيتي، فالكومبلمنت يجي يبقى يترسب على هذه البكتيريا ويموتها، الممبرين اتاك كومبلكس ممكن ايه يموت. طيب في السبيسيفيك اميونيتي او الاكوايرد اميونيتي هنلاقي ان اهم حاجه في الاكستراسيلولار بكتيريا، بما انها اكستراسيلولار مش جوه الخلايا، هتلاقي طبعا الانتي بوديز، يبقى الهيومورال اميونيتي، يبقى الهيومورال اميونيتي ليها دور كبير. طيب بتعمل ايه الهيومورال اميونيتي؟ بتطلع لي انتي بوديز. انتي بوديز بتعمل ايه؟ هتمسك في الاورجانيزم، اول حاجه ممكن تعمل له اوبسونايزيشن، تمسك في البكتيريا تروح تنادي على الماكروفيج تيجي تاكلها، تعمل لها اجلوتينيشن ونيوترلايزيشن، يعني ايه؟ يعني تمسك في البكتيريا وتمسك في التوكسينز بتاعتها، فتخلي التوكسينز ما تعرفش تدخل الخلايا، وتخلي البكتيريا نفسها ما تعرفش تعدي للدم وتنتشر في اماكن اخرى. بتمسك في حاجه اسمها بايلاي اللي هي بتاع البامبي اللي طالعه منها دي، ببايلين، بتمسك هي بتمسك ايه؟ بتمسك في البايلين بتاع البكتيريا ده، فبتمنع ان هو ايه يعمل اديشن للخليه. البايلين اللي طالع من البكتيريا بيسهل البكتيريا انها تخش جوه الخليه، فانا بمسك فيه بالانتي بودي عشان ما تخشش جوه الخليه. وممكن كمان اكتيفيت الكومبلمنت بالكلاسيكال باث واي في الاكوايرد اميونيتي. طيب التي سيل ريسبونس ليه دور في الاكسترا سيلولار بكتيريا؟ اكيد ان هو هيبقى التي هيلبر سيلز هي اللي ليها دور طبعا اكبر، مش التي سايتوتوكسيك خالص، لان هي تطلع لي شويه سايتوكاينز تساعد بقى خلايا المناعه دي. هتعمل ايه السايتوكاينز اللي هتطلع؟ هتستيميوليت الانتي بودي برودكشن، هت انهانس مثلا ان الفاجوسيتيك والمايكروسوبميسايدال اكتيفيتي بتاعه الماكروفيج، هتساعد الماكروفيج. واخر حاجه قال لك ان هي هتعمل لوكال انفلاميشن. لوكال انفلاميشن وبس سيلز وخراج، مش هنعمل خراج. يبقى دول كانوا الاكستراسيلولار بكتيريا. الانتراسيلولار بكتيريا اكيد انا متوقعه حاجه تانية خالص. مين الانتراسيلولار بكتيريا دول؟ لما بنيجي نتكلم في المايكرو على الانتراسيلولار بكتيريا، هو دايما دماغه في المايكوبكتيريا تيوبركلوزيس اللي هي اخطر انتراسيلولار بكتيريا، واللي بتعيش لفترات طويله وسنين وسنين جوه الماكروفيج، اللي هم عيله بتوع المايكروبكتيريا. في نوعين من المايكوبكتيريا، واحده اسمها مايكوبكتيريا تيوبركلوزس، ودي اللي بتعمل مرض السل او التي بي، ودي اخفف الخطوره شويه من المايكوبكتيريا ليبري اللي بتعمل مرض الليبروسي او الجذام. بس الاثنين ليهم نفس الابروتش في ايه؟ ان هم انتراسيلولار بكتيريا وجهاز المناعه بيرد عليهم نفس الرد. ايه هو بقى الرد؟ ادي بكتيريا قاعده جوه الماكروفيج. اول حاجه في الانيت اميونيتي هترد عليها ازاي؟ ناتشورال كيلر سيل. هتيجي الناتشورال كيلر سيل تعمل ايه؟ الناتشورال كيلر سيل تطلع لي انترفيرون جاما، انترفيرون جاما علشان يروح للماكروفيج يخليها قادره على ان هي تموت البكتيريا اللي جوه. يبقى دي اول حاجه هتطلعها ايه؟ الانيت اميونيتي. طيب الاكوايرد اميونيتي بقى هرد عليها ازاي؟ اهم ريسبونس هو التي سيل، تي هيلبر سيل والتي هيلبر 1 سيل. ليه تي هيلبر 1 سيل؟ علشان تبتدي ان هي تطلع ايه؟ انترفيرون جاما برضو. مين اللي بياكتيفيت الاكوايرد اميونيتي انها تمشي ناحيه التي هيلبر 1 سيل؟ الماكروفيج، ان هي بتطلع انترلوكين 12، والناتشورال كيلر سيل برضو اللي بتطلع انترفيرون جاما. الاثنين دول مع بعض بياكتيفيت ان التي هيلبر تتحول الى تي هيلبر 1 سيل. تعمل ايه التي هيلبر 1 سيل؟ ترجع تطلع انترفيرون جاما علشان خاطر تساعد الماكروفيج تتخلص من البكتيريا اللي جواه. وهو ده اهم حاجه بتحصل في جهاز المناعه كرد على الانتراسيلولار بكتيريا، اللي هي الحلقه دي
اللي موصله ما بين الماكروفاج انترلوكين 12 طلع تي هيلبر 1، تي هيلبر 1 طلع انترفيرون جام، وفي وجود الناتشورال كيلر سيل اللي برضو بتطلع الانترفيرون جام. طيب لو جهاز المناعه بتاعك استعبط وطلع لي تي هيلبر 2 سيل، يحصل ايه؟ يحصل كارثه، تحصل مصيبه، ودي الناس بتشوفها اكتر، يعني بنشوفها فعلا اكتر في حاله المايكوبكتيريوم ليبري اللي هو في مرض الجذام. مايكوبكتيريوم ليبري لو جهاز المناعه كان كويس وطلع الاميون ريسبونس في ناحيه التي هيلبر 1 سيل، فالمرض بيتحجم والنوديولز بتبقى اقل، وبيبقى بنسميه ساعتها ايه؟ تيوبركيولويد ليبروسي، اللي هو الليبروسي البيناين يعني خفيف كده. اما لو جهاز المناعه بقى استعبط وراح مشي في ناحيه التي هيلبر 2 سيل ومطلع لي انتي بوديز، ما تي هيلبر 2 سيل دي هتروح تاكتيفيت البي ليمفوسايت تطلع انتي بوديز، مش تعمل اي حاجه، انتي بودي قاعده في الدم والبكتيريا قاعده جوه الخليه بتطلع لها لسانها. في الحاله دي العيان الليبروسي هيبقى في صوره اخطر وفي صوره اعنف شويه، وبنسميه في الحاله دي البروماتس ليبروسي. بعد كده عندي الاميونيتي تو فانجاي، وهي تشبه الى حد كبير الاميونيتي الى للانترا سيلولر بكتيريا. الاميونيتي تو فانجاي اول حاجه النيت اميونيتي، قال لك ان محبه الفانجاي هي نيوتروفيل، نيوتروفيل بتحب الفانجاي، بتيجي النيوتروفيل تضايق الفانجاي وترش عليها فانجيسايدلز فتموت الفانجاي. الماكروفيج برضو ممكن تيجي تكافح الفانجاي بالانيت اميونيتي. وفي السبيسيفيك اميونيتي او الاكوايرد اميونيتي برضو نفس القصه زي الانتراسيلولار بكتيريا، لو الجسم رد بالتي هيلبر 1 سيل ابتدى ان هو يطلع انترفيرون جاما وابتدى ان هو يساعد الفاجوسايتوسيس ويساعد الماكروفاج، هيقدر الجسم يتخلص من هذه الفانجاي. اما لو الجسم رد بالتي هيلبر 2 سيل فساعتها هذا الرد مش هيناسب الفانجاي، والفانجاي هتنتشر في الجسم. اميونيتي تو فايروسز بقى، الفيروسز مختلفه طبعا عن البكتيريا في ايه؟ انها كلها انتراسيلولار، وانها مش بس انتراسيلولر، هي مش قاعده جوه فاكيول، هي مش قاعده جوه فيزيكال زي الفاجوزوم اللي كانت قاعده فيه الانتراسيلولر بكتيريا، دي قاعده جوه السيتوبلازم. فدي خليه اهي جواها فيروسات، هتعمل ايه الخليه اللي جواها فيروسات؟ الانيت اميونيتي هيرد عليها باول حاجه ناتشورال كيلر سيل، ناتشورال كيلر سيل دي هتيجي تموت الخليه اللي فيها فيروسات وتطلع انترفيرون الفا وانترفيرون بيتا. يبقى الناتشورال كيلر سيل هي من نفسها هتيجي تموت الخليه وتطلع لها انترفيرون الفا وبيتا علشان برضو يموتوها. طب الانترفيرون الفا وبيتا بيعملوا ايه؟ اول حاجه بيرجعوا يعملوا اكتيفيشن للناتشورال كيلر سيل اللي طلعتهم عشان تعرف هي تكافح الفيروسات بذمه وضمير، ويدخلوا الخلايا اللي حوالين الخليه اللي فيها فيروسات في انتي فايرال ستيت، ان هم بيخشوا جوه الخلايا بقى اللي حواليها كده ويخلوا الخليه دي تمنع ان يحصل ريبليكيشن للفيروس جواها، ما يعرفش لا يدخل ولا يعمل له ولا يعمل ريبليكيشن جوه. وكمان بتزود الاكسبريشن بتاع الام اتش سي كلاس 1 على الخلايا المجاوره برضو والخلايا اللي فيها فيروسات، علشان ايه؟ عشان التي سايتوتوكسيك لما تتكون تعرف تهاجمهم وتموتهم. طب الاكوايرد اميونيتي بقى هترد على الفيروسات ازاي؟ اول حاجه الهيومورال اميونيتي، الانتي بوديز ليها دور. طب الانتي بوديز ليها دور ليه؟ هو الفيروس مش قاعد جوه الخليه، هي هتشوفه فين؟ قال لك هتشوف التوكسينز اللي طالعه منه وهتشوف الفيروس وهو بينتقل من خليه لاخرى، ما هي قاعده في الاكسترا سيلولر فلويد بقى الانتي بودي دي مستنياه يعدي بس، هي بس تلمحه. فبتيجي بقى الفيروس اللي معدي في الدم كده تروح ماسكه فيه، ماسكه فيه تعمل له نيوتراليزيشن فما ايه ما يعرفش يخش خلايا. ممكن كمان تعمل له اوبسونايزيشن، تروح جايباه من رقبته ومديها على نيوتروفيل او ماكروفيش تخليها تاكله وتعمل له فاجوسايتوزس وتهضمه جواه. ممكن تاكتيفيت الكومبلمنت، بيجي الممبرين اتاك كومبلكس يقعد على الفيروس ويعمل له لايسس. طيب ان جنرال كده قال لك ان في الدم، يعني اللي هو الميكروب اللي معدي في الدم، فيروس معدي في الدم ده الاي جي جي والاي جي ام هيكافحوه. اما بقى الفيروسات اللي موجوده مثلا في الجي اي تي اللي داخل عن طريق الريسبيراتوري سيستم على ميوكوزال سيرفيس، يعني هيقابل الميونوجلوبولين اي، هيقابله بقى الميونوجلوبولين اي هو اللي هيقابله ويعمل له نيوتراليزيشن يخليه ما يعرفش يدخل الخلايا. بعد كده في الاكوارد اميونيتي طبعا سيل ميديتد اميونيتي، في وجود التي سايتوتوكسيك سيل هي اهم حاجه تكافح الخلايا اللي فيها فيروسات. التي سايتوتوكسيك سيل دي هتشتغل اهم شغلانه ليها ان هي تروح تموت الخليه اللي فيها فيروس، والتي هيلبر 1 سيل هتطلع لي شويه انترلوكينز وايه وسايتوكاينز تساعد الخلايا اللي عماله تكافح الفيروسات دي، فتروح مطلع لي انترلوكين 2، انترلوكين 2 ده بيعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك سيل واكتيفيشن للناتشورال كيلر سيل، وهتطلع انترفيرون جاما اللي بيعمل اكتيفيشن للناتشورال كيلر سيل.
Thank you.